من المعروف أن ضعيفي المناعة معرضون للأمراض، وبات لدينا اليوم دراسة شاملة حول مناعة سكان الشرق الأوسط. هذه الدراسة تظهر نتائج لافتة جدا، البيانات عن ضعيفي المناعة في العالم العربي غير متوفرة، ما يترك الملايين منهم عرضة للخطر بحسب الدراسة التي نستضيف اليوم الطبيب الذي أجراها. الدراسة الجديدة التي تحمل اسم المرضى المنسيون تهدف إلى توفير حماية أفضل للمرضى المعرضين لمخاطر عالية في المستقبل. تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في المنطقة. نتعرف على أبرز ما خلصت إليه معك علاء. قسمت دراسة المرضى المنسيون ضعيفي المناعة إلى فئتين. الأولى اضطراب العوز المناعي الأولي، وينتج عن عيوب في تطور الجهاز المناعي، ويظهر هذا النوع لدى الأطفال غالبا. ينتشر أكثر في المناطق التي ترتفع فيها معدلات زواج الأقارب، لذلك يزيد بعشرين مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما العوز المناعي الثانوي يظهر عندما تثبط عوامل خارجية الجهاز المناعي ووظيفته الطبيعية، منها مرض السرطان وعلاجاته وأمراض الكلى المزمنة وفيروس الإيدز. لهذا يتزايد عدد مرضى السرطان في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدلات مقلقة في ظل توقعات بتضاعف عددهم تقريبا بحلول 2030. كما يقدر الاتحاد الدولي للسكري أن أكثر من 70 مليون شخص في المنطقة مصابون بالسكري، وهو أعلى معدل انتشار لهذا المرض في العالم. كما يؤثر الفشل الكلوي على 187 ألف شخص تقريبا في مختلف بلدان المنطقة، ويعد الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء من أكثر فئات المرضى ضعيفي المناعة عرضة للخطر. أما بالنسبة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مناطق العالم القليلة التي تشهد زيادة سريعة في الإصابات بهذا الفيروس، حيث ازدادت بنسبة 31% منذ عام 2001. ينضم إلينا عبر زوم البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام ومؤلف مشارك بالتقرير. أهلا بكم بروفيسور. يعني نتحدث عن ارتفاع غير مسبوق في عدد المصابين بضعف المناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هل من أحصاءات محددة ومن هم أكثر الفئات المتضررة؟ نعم، في البداية السلام عليكم، صباح الخير، شكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم. للأسف ما عندنا إحصائيات واضحة للمرضى الذين مصابين بنقص المناعة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه الدراسة بدأت تسليط الضوء على هذه الفئة المنسية، ولذلك احنا سمينا التقرير هو تقرير ملايين المنسيون. طبعا مثل ما ذكر التقرير، معظم الناس يعني يعتقد ان لما يسمع كلمه نقص مناعه يربطها بفيروس الايدز ومسبب الايدز، ولكن هناك فئه كبيره جدا مصابون بنقص المناعه، من المصابين بامراض وراثيه تسبب نقص المناعه، ايضا امراض مزمنه مثل الجهاز الهضمي، التهابات مزمنه الجهاز الهضمي في الجهاز العصبي، يتطلبون ايضا ادويه مثبطه للمناعه حتى يكون هناك تحكم في المرض. ايضا مرضى السرطان والمصابين بامراض سرطان الدم والمرضى الذين خضعوا لزراعه اعضاء ايضا هم يستخدمون ادويه تؤدي الى يعني تثبيط المناعه، وهؤلاء كلهم يعني معرضين لخطر الإصابة بفيروسات وبكتيريا كثيرة. وطبعا احنا في ظل الجائحة العادية، نعم، في الفترة الأخيرة مع ظهور كورونا شهدنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا ارتفاع عدد الأشخاص المعرضون للإصابة بعدوى شديدة وغير قادرين على تكوين مناعة قوية، نعم، رغم التطعيم. ما السبب في ذلك؟ نعم، طبعا الاشخاص اللي ذكرناهم الذين هم لديهم ضعف المناعه، لما تعطي الشخص الطبيعي تلقيح او لقاح الكوفيد
كوفيد-19، فالجسم يقوم بإصدار أو يعني إنتاج الأجسام المضادة، ولكن هذه الفئة المصابون بنقص في المناعة أو نزول في المناعة الجسم لا يستطيع إنتاج هذه الأجسام المضادة، فيكون القدرة لديهم على مكافحة الفيروسات بشكل عام وخاصة الكوفيد-19 أقل من الأشخاص العاديين الطبيعيين، وهذا تم نشره في مجلات علمية كثيرة جدا وهو معروف لدينا في المجال الطبي. طب ما هي الاستراتيجيات اللي يجب اتخاذها بروفيسور لحماية المصابين المنسيين، المرضى المنسيين الذين يملكون ضعفا في المناعة؟ نعم، طبعا احنا معظمنا الاشخاص الحمد لله الذين لديهم صحه طبيعيه رجعوا للحياه الطبيعيه، ولكن الفئه المنسيه هي الفئه الاصحاب المناعه المنخفضه عندهم اشكاليه في الرجوع للحياه الطبيعيه، ما زالوا مستمرين بلبس الكمامات، ولكن هناك دراسات تمت يعني على هذه الفئه، وهناك ادويه خاصه هي ليست لقاحات ولكن هي عباره عن ادويه خاصه باجسام مضاده تقوم برفع أجسام مضادة في جسم الإنسان المصاب بهذه الأمراض التي يعني تصيب الشخص مما تؤدي إلى نقص المناعة، فيكون عنده حماية من مرض الكوفيد-19. طيب سميوا بالمرضى المنسيين بسبب نقص البيانات الشاملة عنهم في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أي مدى هذا خطر ويترك الملايين منهم في حالة ضعف مناعة؟ نعم، طبعا مثل ما ذكرنا الهدف من هذا التقرير هو تسليط الضوء كخطوة أولى على هذه الفئة المنسية، ولكن بإذن الله احنا في يعني نقوم أيضا بمحاولة جمع معلومات أشمل عن هذه الفئة حتى نقوم بتسليط الضوء عليها، وأيضا زيادة الوعي، وأيضا عمل بروتوكولات خاصة لمتابعتهم وعلاجهم. شكرا جزيلا لكم بروفيسور حميد الشمسي رئيس جمعية الإمارات للأورام ومؤلف مشارك بهذا التقرير، شكرا جزيلا لك.